اول حاجه كنبغي نشكر الجماهير بجوج وكنبغي نشكر اللاعبين كذلك اللي قدموا واحد المقابله صعيبه كما كيعرف كل بعد غياب ديال عامين وكتجي اول مقابله تلعبها من الجمهور كتكون صعيبه واحد شويه كيكون واحد الضغط اللي هو كبير وما سيما حنا كنمروا بهذه الازمه ديال النتائج مي الحمد لله كنا عازمين نحقق واحد النتيجه ايجابيه بما ساعدناش حد كنبغي نشكر كما قلت لك اللاعبين خدمنا درنا بزاف ديال الامور اللي كانت مزيانه الايجابيه ما ساعدناش الحظ اننا باش نحاولوا نسجلوا مي ديال الكره غنحاولوا نتساو المقابله نفكروا بمقابله ديال نهار الاحد ان شاء الله باش نعوضوا الثلاث نقاط ان شاء الله باش نكملوا في المشوار ديالنا بعدا كنبغي نشكرهم بزاف 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 وكنبغي نشكرهم على التفاهم ديالنا وعلى الازمه اللي كنمروا بها ديال النتائج مي بالفضل ديالهم حنا كنخدموا كنعملوا اللي كنتمناو من مزيد ساندوا هاد اللاعب ان شاء الله كنمروا في واحد الازمه ديال النتائج ولكن ان شاء الله حنا عارفين ان شاء الله غادي نرجعوا في النتائج وغادي نرجعوا في الفلوس في المقابله ديالنا كنتمنى ان شاء الله نحجزوا في المقابله الجايه يكون الملعب عامر ان شاء الله ويساندوا فريق الاخر لحد ان شاء الله باش نرجعوا السيكه الصحيحه ديالنا الصراحه المقابله كانت قصه خروج تعادل لان الهدف مشكوك فيه كيف ما عرف الجميع حنا دوزنا مقابله كبيره ولعبنا مع فريق كبير اللي هو رجاء البيضاوي يعني واول حاجه كنوجه واحد التحيه للجماهير اللي ساندتنا لا ديال طنجه ولا ديال الرجاء عطاو واحد النكهه زوينه للمقابله والمغرب ماشي غير المقابله وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش الفريق تاع طنجه نقدموا مقابله جميله السيمانه الجايه مع السوالم باش نخرجوا من هذا المنطقه المكهربه وفريق تاع طنجه ما يستاهلش هذه المراتب هذه وحنا كلاعبين ان شاء الله عازمين على تحقيق ثلاث نقاط ان شاء الله السيمانه اللي ماشي